لكن احنا عندنا حاجة مهمة جدا حابين نوثق للناس. لو كان موجود فار، لو كان موجود فار في مباريات اهلي وزمالك، كان ممكن ايه اللي يحصل؟ كان ممكن ايه اللي يحصل؟ وجماهير او اعلام نادي الزمالك كان دايما بيتحدث عن فكرة ان مفيش ظلم تحكيمي بيقع على النادي الاهلي في مباريات الزمالك، لكن الحقيقة النادي الاهلي ما كانش بيقف عند الاخطاء التحكيميه دي، وجماهير النادي الاهلي ما كانتش بتقف عند الاخطاء التحكيميه دي ولا بتوثقها. فنشوف خطا تحكيمي منهم وتقرير مع الكابتن عمرو انور. عرضيه يعدي 60 يعدي امام صفر وصفر الحكم. كان مباراة الأهلي والزمالك دي حاجة يعني حاجة مهمة جدا، سواء جماهيرية أو للعيبة أو للأجهزة الفنية. والتاريخ في الآخر مش هيذكر غير الأهداف اللي هي في المباراة المهمة أو المباراة الكبيرة. فمن هنا بتيجي أهمية إحراز أهداف في المباراة دي. فدايما هتلاقي في أهداف كتير لعيبة بتجيبها محدش هيحس بيها ولا بقيمتها زي ما هيكون جون في مباراة القمة، حتى لو جون مش مباراة مكسب ولا انت مثلا كسبت بيه بطولة ولا اي حاجة، لا الجون بتاع الاهلي والزمالك حاجة مختلفة جدا. ده على المستوى الجماهيري وعلى المستوى الاعلامي كمان. الجون ده تقريبا كان سنة 89، يعني احنا لحد يومنا هذا انا مش عارف الجون ده اتلغى ليه يعني. ويمكن اللي خلى الامور تعدي بسهوله وببساطه ان احنا الحمد لله قدرنا ان احنا نفوز بالمباراه بالهدف بتاع الكابتن علاء ميهوب، وقدرنا ان احنا نحرز بطوله الدوري. فما كانش فيه تركيز على الغاء الهدف. انما انا يعني انا طبعا بالنسبه اولا انا كنت لسه صغير، انا كنت لسه تقريبا عندي 19 سنه او 20 سنه. فكون ان انا اجيب جون في مباراه مهمه بالاهميه دي بالشكل ده، يعني انا برضو شايف ان ده جون من اجمل الاهداف اللي انا احرزتها. حتى يعني جون فيه مهاره وفيه تفكير وفيه مراوغه وفيه هدوء جدا. يعني انت لو الناس لما تشوف الجون هتلاقي المرور في جزء بسيط جدا من جوه الستة ياردة، وان انت تستحوذ على الكوره وتخش بيها الجون تقريبا. فكان بالنسبه لي كان هتبقى حاجه مهمه جدا. ما بقول الحمد لله. لو كان حصل حاجه غير كده يعني، بس الناس لازم تفهم حاجه، عشان الناس عماله تعلق على 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 اهداف الغيه الثاني في مباراه القمه. انا عايز اقول ان احنا المباراه دي كانت صعبه جدا، والجون ده والهدف ده لو كان اتحسب كان هيقتل المباراه. يعني احنا فضلنا نلعب للدقيقه 90 بالوقت الضايع، والمباراه رايحه جايه ما بيننا وما بين نادي الزمالك. انما الهدف ده لو كان احتسب كانت النتيجه هتبقى 2-0. اعتقد المباراه كانت هتنتهي مبكرا. انما ده الجون ده لما اتلغى ادى دافع لنادي الزمالك وادى حافز لنادي الزمالك وخلاه متواجد في المباراه لاخر دقيقه. ويمكن انا هنا يعني لازم اشيد بالكابتن ثابت البطل الله يرحمه. انا يعني من اهم اسباب الفوز بعد ربنا كان الكابتن ثابت. يعني انا فاكر كويس الكابتن ثابت البطل تقريبا الشوط الثاني عمل مباراة غير طبيعية، وبعد المباراة دي انضم لمنتخب مصر وراح كأس العالم. فالفكرة فكرة ان ما حدش حس بالهدف او ما كانش فيه اهتمام بإلغاء الهدف، للمباراة انتهت لصالح النادي الأهلي وقدرنا ان احنا نحرز ده. انما انا يعني انا لحد دلوقتي مستغرب، لحد دلوقتي انا مش فاهم ايه القرار. يعني حتى الحكم لما لغى الجون ما حدش يعني ما تقلناش معلومة، هل هي اوفسايد، هل هي كره طلعت اوت، هل هي انا مش عارف. يعني انا لحد دلوقتي مش عارف الجون ده اتلغى ليه. بس بنقول الحمد لله كان دوري صعب جدا وكانت بطوله صعبه جدا. كنت اتمنى طبعا الهدف ده يحتسب، وان انا اكون يعني ليا بصمه او ليا مساهمه في ان احنا يعني نحسب بطوله الدوري. بس هو في الاخر المهم ان احنا فزنا بالدوري الحمد لله. عرضيه يعدي 60 يعدي صفر.
البعض بيقف عند اخطاء الكابتن حسن شحاته وهدف كابتن حسن شحاته الملغي، وبنوضح لهم ان الامور دي بتتم. انا عايز حد يطلع يقول الهدف ده اتلغى على اي اساس غير انه هدف جميل من الكابتن عمرو انور، وفي الثمانينات كانت المباريات 2-1 1-0، ما كانش فيه 6-1 غير في الالفيه اللي هي الجديده، فبالتالي دي اخطاء تحكيميه. اعتقد لو كان موجود فار يا فارس كان اعتقد حسن. لو حد دخل بالكوره كده الجون وهو بيتمشى لازم يلغي الهدف. انت بتهزر. يعني كابتن عمرو حط وخلاص، يا كابتن عمرو ده صمم يدخل بالكوره الجون، ده لازم يتلغى بصراحه. يعني هدف، وعلى فكره هيجي حد يقول لك اصل الاهداف اللي احنا اتلغت لينا مؤثره، احنا ردينا قبل كده، تقدر تشوف الحلقه في الارشيف واحنا بنوضح كويس جدا ان الهدف ده ما غيرش مسار دوري. اذا انت بتتكلم عن هدف في مباراه قمه زي ما وضح كابتن عمرو انور، ان في النهايه انت سجلت هدف، ايه مبرر الغائه؟ وفي النهايه فارس ده خطا تحكيمي صعب، خطأ تحكيمي فادح، اتلغى بقى ما اتلغاش في مباراه قمه. وعندنا ان شاء الله هتبقى في فقرات جايه ان شاء الله في لو كان موجود فار كان ايه اللي ممكن يحصل.